أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ننتقل بكم الآن إلى المؤتمر الصحفي من وزارة الصحة للحديث حول الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، فإلى هناك. وتخفيف الكلف بشكل عام على وزارة الصحة، فبرحب فيكم وأهلا وسهلا فيكم. كما تعلمون يعني الجهد الكبير اللي قامت فيه الحكومة الأردنية وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، والذي كان يتابع أولا بأول وبمتابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء. الأردن يعني يعتبر من الدول الآمنة بموضوع مرض كورونا، والحمد لله الوضع الوبائي تحت السيطرة، وجميع أجهزة الدولة تعمل يدا بيد، ووزارة الصحة لعبت دورا رئيسيا في الحفاظ على الوضع الوبائي تحت السيطرة، والأعداد المرضى قليلة جدا، والحمد لله حماية وصحة المواطن الأردني كانت أولوية قصوى كما شدد جلالة سيدنا عدة مرات. وضعنا هذا الوباء المميز دعا الكثير من أشقائنا والمرضى في العالم العربي وغيره إلى الطلب، وبشكل كبير من الأردن لاستقبال المرضى، كون الكثير من المرضى مناعتهم قليلة ولا يرغبون بالذهاب إلى دول أخرى. لذلك قامت الحكومة الأردنية ممثلة طبعا بوزارة الصحة، وزارة السياحة، وزارة الداخلية، الجهات الأمنية، وزارة الخارجية طبعا، والعديد من الهيئات وجمعية المستشفيات الخاصة بجهد واجتماعات كبيرة هدفها كان وضع تعليمات لاستقبال المرضى، والهدف الآخر حماية الداخل الأردني من انتشار هذا المرض. لذلك وضعت تعليمات حاولنا فيها الكثير من تجنب أخطاء الماضي والاستفادة من الوضع الحالي للداخل الخالي من مرض كورونا، بحيث أنه أشقائنا وحتى الأردنيين في الخارج الراغبين في العلاج داخل الأردن بتسهيل قدومهم، وبالتالي وضعت تعليمات وتم نشرها ووضعت منصة. أريد أن أؤكد هنا بأن مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة وموظفي وزارة الصحة سيقومون بمتابعة تنفيذ التعليمات بحيث نحمي المواطنين. لذلك كان رجاءنا الحار للجميع بالالتزام، وجميعكم يعني قد وصلكم التعليمات المناسبة والواضحة للمرضى وكيفية التعامل معهم، ووضع فريق تمريضي وأطباء للتعامل معهم بحيث ما يختلطوا في باقي المرضى الأردنيين لا سمح الله في حال كانت لدى أحدهم إصابة. الشيء الآخر أرجو التقيد، يعني الأشياء اللي كانت منفرة في السابق، ارتفاع الكلف أو المغالاة فيها، تم وضع بعض الأسعار للأشياء أو الإجراءات التي تجرى بشكل أكثر من غيرها. الأسعار هاي أريد أن أؤكد أنها للدرجة الأولى للمرضى، والتعامل معهم بشكل يضمن يعني حقوقهم بشكل عام. أريد أن أعطي الكلمة للدكتور فوزي الحموري واللي كان معنا في جميع الاجتماعات. أرجو أن أؤكد بأنه المستشفيات اللي تأهلت عددها اليوم أكثر من 20 مستشفى تم تسليمها التعليمات وتم وضعها على المنصة، وسيتم متابعة التطبيقات. لا يوجد استثناء لأي مستشفى مؤهل، يذهب فريق من وزارة الصحة ويرى إذا كان بإمكان هذا المستشفى الالتزام بالتعليمات. هدفنا مساعدة قطاع المستشفيات الخاصة الذي تضرر خلال فترة الحجر أو اللي صارت،
فبالتالي علينا الاحتفاظ بهذا الإنجاز وتعظيمه وإعادة الأردن إلى وضعها الطبيعي في السياحة العلاجية. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله مساءكم. شكرا معالي الباشا على هذا الاجتماع العام، وأمتني على ما أشار به معالي الوزير بجهود جلالة الملك في الإشراف والمتابعة خلال هذه الأزمة، وكانت توجيهاته بفتح السياحة العلاجية واستغلال النجاح الذي حقق الأردن بجهود وزارة الصحة وخلية الأزمة، أصبحت فرصة مواتية للأردن كي يعود إلى الواجهة في مجال السياحة العلاجية. ما في شك أنه الدرس اللي تعلمناه خلال هذه الأزمة تفعيل التشاركية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشاركتنا في خلية الأزمة، مشاركتنا في لجنة الأوبئة الوطنية، لجنة المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية وغيرها من اللجان، كان له دور كبير بداية بتسيير أعمال المستشفيات. يعني قطاع المستشفيات لم يتوقف حتى في أصعب الظروف خلال هذه الأزمة، كان في تعاون من معالي الوزير في موضوع منح تصاريح العاملين في المستشفيات في خلال اللوك داون اللي هو كان حظر شامل للحركة، وبالتالي المستشفيات كان عندها سهولة إنه موظفينها يوصلوا للعمل. ومش بس هيك، لما المستشفيات وجدت إنها بحاجة إنه مستودعات الأدوية واللي بتورد مستلزمات طبية، تعاونت معنا الحكومة وساعدتنا إنه نمنح تصاريح عمل للي بيشتغلوا بالمستودعات اللي بتورد لنا مستهلكات طبية، لا بل كمان شركات التأمين اللي كانت متعطلة وما كانت تقدر توصل لمكاتبها، أيضا الوزارة مشكورة ساعدتنا بأنه نعطيهم تصاريح وداوموا حتى أنهم يمشوا أمور المستشفيات ويدفعوا الالتزامات اللي عليهم. وكمان لضمان ديمومة العمل كان لابد من توفير السيولة للمستشفيات، وهون لازم نشكر الحكومة وزير المالية ومعالي وزير الصحة، لأنهم إدارة التأمين الصحي خلال الحظر الشامل داوموا بكل طواقمهم حتى أنهم يمشوا دفعات المستشفيات الخاصة خلال الحظر الشامل. أيضاً تم تحويل 10 مليون و10 مليون، والآن موعودين بكمان 10 مليون لتسديد مستحقات المستشفيات الخاصة. أول أمس كان في المؤتمر الصحفي بحضور معالي وزير المالية، حيخصصوا 300 مليون لسداد ديون الحكومة، وقال إنه سنبدأ بديون المستشفيات، يعني أعطى ديون المستشفيات الأولوية الأولى. الأمر الآخر اللي الحقيقة إنه الحكومة ومعالي الوزير كان قرار حصيف، إنه تخصيص مستشفى الأمير حمزة ومستشفى الملكة علياء ومستشفى الملك المؤسس لاستقبال حالات الكورونا، وهذا أعطى ميزة لمستشفيات القطاع الخاص اللي إحنا اليوم بدنا نقطف ثمرتها، إنه اليوم إحنا عم نسوق للمرضى العرب مستشفياتنا الخاصة خالية من الكورونا، وبالتالي قامت الوزارة مشكورة باستقبال أي حالة حتى لو شخصت في المستشفى الخاص كانت تحول مباشرة إلى مستشفى الأمير حمزة. فهذه كانت من النقاط اللي يمكن الأردن تميز فيها. إحنا بنطلع على دول الجوار المستشفيات العامة والخاصة كلها مليانة كورونا، هذه الحمد لله إحنا ما صارت عندنا. موضوع السياحة العلاجية الحقيقة مع أنه كان طلب شوي غريب وصعب، لما إحنا تقدمنا لدولة الرئيس في المجلس السياسات أنه إحنا لازم وصلنا مرحلة التعافي، صار لابد نفكر كيف القطاع هذا الذي تضرر، وليس فقط قطاع المستشفيات. يعني السياحة العلاجية طول عمرنا بنحكي إنها بتفيد المستشفيات وبتفيد 30 قطاع آخر مساند. فلما انطرح هذا الموضوع دولة الرئيس شكل لجنة برئاسة معالي وزير الصحة والوزراء المعنيين، ووجدوا إنه من الممكن لكن ضمن ضوابط. الضوابط اتعممت عليكم، أخذت نقاش طويل، كل نقطة فيها كانت بين أخذ وبين رد، وهذه نمشيها وهذه نعترض عليها. يعني بعض الأشياء كان إنه المفروض إنه المريض اللي جاي من الحدود يمشي معاه رفقة أمنية، هذه مثلاً استطعنا نقنع الأجهزة الأمنية إنه ما لها داعي، في ثقة بسيارة المستشفى إن هي توصل المريض من المعبر إلى المستشفى. أمور ثانية كثير، يعني كان مثلاً لازم الفحص خلال 48 ساعة، حكينا مع معالي الوزير وافق إنها تكون 72 ساعة لأنه بتسهل على المريض، مش دائماً بيقدر يعمل الفحص آخر يوم قبل ما يجي.
الأمور هذه الحقيقة يعني استطعنا إنه إحنا نحاول إنه البروتوكول اللي عممناه عليكم يكون بأفضل ما يمكن. ظل عندنا بند واحد اللي هو مدة الحجر، وأول أمس كان عندنا اجتماع في لجنة الأوبئة وطرحناه على اللجنة وعلى معالي الوزير إنه نخفض مدة الحجر اللي هي حالياً طويلة بصراحة. معالي الوزير وعد إنها تدرس، لكن هذا ينطبق على الجميع مش بس على مرضى السياحة العلاجية، حتى المواطن الأردني اللي بيجي على الأردن بتطبق عليه نفس نظام الحجر. فهذه ما زالت تحت الدراسة، وبنتأمل إنه إحنا نستطيع إن نتجاوزها أو نقلل مدتها على الأقل. لكن المريض لازم يعرف إنه إذا خلص علاجه مش لازم يظل بالحجر، يعني خلص 4 أيام 5 أيام بيقدر يروح، يعني بنرجعه على المطار أو على المعبر الحدودي، فهي غير ملزم إنه يظل في البلد فترة الحجر كاملة. فهذه بتحل نسبيا مشكلة. وأنا بدي أشكر كل المستشفيات الخاصة اللي تعاونت ولبت النداء، وفي مستشفيات تبرعت تبرعات نقدية، في مستشفيات تبرعت بمواد عينية وأدوية وكمامات، في المستشفيات أرسلت كوادر طبية على مستشفى الأمير حمزة، وقفت جنبا إلى جنب مع كوادر وزارة الصحة حتى إنها تساعدها في العمل، لأنه صار في ضغط على هذه الكوادر، لأنه كان زي ما بتعرفوا الممرض أو الطبيب بيشتغل أسبوعين بعدين بيروح أسبوعين حجر بعدين بأخذ أسبوعين إجازة. هذا كان في بردن كبير على كوادر وزارة الصحة، تحديدا كوادر مستشفى الأمير حمزة، قبلوا بلاء حسنا، عشان هيك إحنا كمان لازم نشكرهم على جهودهم الكبيرة. فأنا بدي أتمنى إنه هذه الفرصة اللي أتيحت لنا إنه نفتح سياحة علاجية ضمن جائحة كورونا نستغلها بشكل صح، نلتزم بالتعليمات، وفي دول كثيرة بتنافسنا، فما بدنا نضيع هاي الفرصة. وبدي أشكركم جزيلا، شكرا لكم. شكرا دكتور فوزي. أريد أن أؤكد هنا بأن افتتاح السياحة العلاجية أو رحلة العلاج للمواطنين الأردنيين والعرب لن تؤثر على عودة الأردنيين المستمرة، وكما تعلمون المرحلة الرابعة بدأت البارحة والآلاف من الأردنيين سوف يعودون في المرحلة القادمة ويتم الآن عودتهم. أريد هنا أن أشكر يعني وكوادر وزارة الصحة اللي يعني رفعوا رأسنا أمام العالم ليل نهار. أنا بعرف يعني بعض اللي قاعدين قدامي من كوادر وزارة الصحة لم يعطل يوم واحد من 5 أشهر. الفرق ليل نهار تشتغل، إن كان على المعابر على المطار. خلال هاي الفترة لم تتوقف وزارة الصحة عن العمل والتحديث والتحسين. إذا بدي أحكي يعني بعض الأشياء اللي عملوها اللي أنجزناها في وزارة الصحة جميعاً، يعني بدي أحكي إنه تم تحديث طوارئ مستشفى الأمير حمزة وطوارئ مستشفى النديم وطوارئ مستشفى التوتنجي وطوارئ مستشفى الرمثة الحكومي وطوارئ مستشفى الرويشد وطوارئ مستشفى غور الصافي. تم تحديثهم والانتهاء منهم في خلال 5 أشهر الماضية. كذلك تم الانتهاء من تأثيث وتجهيز وجاهز للافتتاح مستشفى الحسين السلط الجديد، وكذلك مستشفى حديث جدا اللي هو مستشفى الطوارئ في مستشفيات البشير بسعة 155 سرير جاهز للافتتاح، وكذلك مستشفى القضائي في الفحيص وبسعة 140 سرير، مستشفى الطفيل الحكومي ومستشفى الإيمان عجلون نسبة الإنجاز 95%، ولجان التأثيث عم تقوم بعملها. كذلك تم وضع طاقة متجددة للعديد من مستشفيات وزارة الصحة في خلال هاي الفترة والانتهاء منها، ومشاريع الربط جاهزة وماشي. كذلك بدأنا ببناء وتحديث مستشفيين حديثين في مستشفيات البشير، سيكون واحد منهم الأول في المنطقة اللي هو مستشفى للعناية الحديثة، وسيكون أكاديمية للمنطقة العربية
بحيث يكون مستشفى فقط للعناية الحثيثة، وتم استحداث تخصص عناية حثيثة في الأردن بواسطة المجلس الطبي ووزارة الصحة بحيث نغطي. اكتشفنا خلال هذه الجائحة أنه في عندنا في الأردن ما يزيد عن 200 قسم عناية حثيثة، لكن أخصائيي العناية الحثيثة يعني قلة، وبالتالي تم افتتاح هذا التخصص، وسيتم استقطاب العديد من الأطباء ليغطوا مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص وخلق فرص لهم، لأن هذا التخصص مطلوب في الخارج. خلال هذه الجائحة تم تأهيل 3 مراكز لتكون مراكز تدريبية للأسنان. يوجد نقص في تخصصات الأسنان داخل الأردن وفي الخارج ومناطق تدريب. تم افتتاح 3، يعني الآن يعني بيكونوا جاهزين، 1 جاهز و2 في طور التجهيز. في 20/7 سيتم بدأ برامج التخصص فيها لأطباء الأسنان لفتح فرص عمل لهم في الخارج، وليكون لهم مجال للتدريب. سيكون مركز عمان الشامل بسعة 17 كرسي أسنان، ومركز صحي وادي سير بسعة 9 كراسي أسنان مراكز تدريب، وسيتم تدريب أطباء وزارة الصحة والقطاع الخاص. 3/4 من المتدربين من وزارة الصحة وربع من القطاع الخاص، لفتح مجال لهم للتدرب وإيجاد فرص عمل في الخارج. المستشفى الثاني نسيت أحكي في مستشفيات البشير، سيكون مستشفى لجراحة الصدر والأوعية الدموية، وسيتم تزويده بجهاز قسطرة وغيره ليكون مركز متخصص لمعالجة الحالات. يعني العديد من الإنجازات لم تتوقف خلال هاي المرحلة، إن كان من استقطاب أطباء وتدريبهم وافتتاح أقسام جديدة وبناء مراكز صحية. العمل مستمر الآن يعني في بناء 35 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة. الاستمرار في بناء المستشفيات مثل مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد وبسعة حوالي 500 سرير، العمل مستمر وزاد الإنتاج، نسبة العمل حوالي 20%، ونأمل في خلال 2021 إنه العمل يصير بوتيرة أسرع لنغطي كافة احتياجات أبناء المحافظة. فبالتالي العمل كان ماشي في وزارة الصحة بشكل كبير. أحد الأشياء والدروس اللي تعلمناها هي الاعتماد على الذات، وعند بدء الجائحة كنا نستورد العديد من المواد. الآن بالتعاون مع وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص، الأردن ينتج جميع احتياجاته من الكمامات، بذلات العمليات patient gown وsurgical gowns، وكذلك الكفر اولز الأفرهولات اللي بنستخدمها، بل ونصدر. والعمل جاري وفي المراحل الأخيرة ولأول مرة في الأردن بإنتاج الكفوف surgical gloves، وهذا موضوع كما تعلمون شائك. جميع الجهات التصنيعية بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة قامت بعمل كبير. موازين الحرارة اليدوية الآن تنتج في الأردن، فحوصات للكوفيد 19 تنتج في الأردن، أجهزة الضغط تنتج في الأردن. فهذا شيء يعني التعاون، إذا تعلمنا من هذه الجائحة إنه معا نستطيع أن نعمل الفرق، وسيدنا كان دائما يدعمنا ويشجعنا على الإنتاج. وأعتقد بأنه الآن نستطيع بقوة يعني إن نحكي إن تحولنا من مرحلة إن مستوردين بل مصنعين وبجودة عالية. وكما تعلمون يعني الجهات الرقابية، إن كانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو مؤسسة المواصفات والمقاييس، تعمل وتضع معايير عالية الجودة ليكون المنتج الأردني منافس عالميا، والتصدير الآن بكميات كبيرة لهذه المواد. هذا جهد نتعلم كل يوم من هذه الجائحة. وإذا كان افتتاح وبدء
بالسياحة العلاجية ورحلة المريض إلى للعلاج داخل الأردن أحد الدروس، فقد تعلمنا لأنه استقبلنا طلبات للكثير من المرضى، وكما تعلمون يعني العديد من المستشفيات، مستشفى التخصصي، مستشفى الأردن، المركز العربي، مستشفى فرح وغيرها من المستشفيات، مركز الحسين للسرطان، استقبلنا مرضى بطائرات خاصة لأنه بحاجة إلى إكمال العلاج، تعلمنا كيف نتعامل معهم، ومنها انطلقنا لوضع معايير دقيقة وسليمة لمعالجة أشقائنا وبنفس الوقت حماية الداخل الأردني. وكما تعلمون يعني الجائحة حولنا، أنتم تقرؤون الأرقام، الأرقام مقلقة إن كانت في الإقليم أو عالميا، لكن نتعلم من التجارب ونحاول تصنيف الدول بحيث نتعامل معها بشكل مختلف، اللجان تعمل كيفية التعامل بحيث نصل، وكما سمعتم من دولة الرئيس بأن المطار سيفتح ويعتمد طريقة التعامل مع المواطن الأردني والغير أردني، هو من أين أتيت، كيف وضع الدولة الوبائي للتعامل مع المريض حسب الدولة. فبالتالي هو جهد كبير وجماعي، والنتائج نتأمل تكون إيجابية. بترجى من الجميع يعني التعامل بدقة وحرفية مع التعليمات اللي تم إصدارها ووصلتكم جميعا، لكي نحافظ أولا على الداخل الأردني ولكي نشجع السياحة العلاجية بشكل عام للمستقبل. الموضوع كمان الثالث اللي بدنا نعلن عنه هو إعلان البدء بتطبيق برنامج شبكة الحياة اللي قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع جمعية أطباء القلب، ومنتشرف بالباشا رئيس جمعية أطباء القلب الأردنية والمستشفيات الخاصة والشركات، بعد إكمال الإجراءات القانونية والإجراءات التأمينية الهامة لبدء هذا البرنامج، والهادف إلى إنقاذ حياة المواطنين والتخفيف عليهم وتخفيف الكلفة. والمرحلة الأولى من البرنامج أنه أي مريض مؤمن في وزارة الصحة يصاب بجلطة قلبية، وهي من أهم أسباب الوفاة في الأردن، إذا لم تتوفر الخدمة في المستشفى الحكومي يتم تحويله مباشرة إلى أقرب مستشفى خاص، وتم التعاقد مع أطباء بأسعار معقولة والكلفة هي علينا أقل. بشكر أطباء جمعية أطباء القلب الأردنية لتعاونهم في هذا المجال، وسيتم التطبيق في محافظة إربد، محافظة المفرق، محافظة الزرقاء وعمان، ومحافظة البلقاء، ومحافظة مادبة، تحويل المرضى مباشرة وخلال ساعتين من الإصابة بالجلطة القلبية إلى أي مستشفى تتوفر فيه هذه الخدمة، وسيتم التعامل معها مباشرة لإنقاذ حياة المرضى. وكلياتنا في إلنا أقارب أصيبوا بجلطات، وساعتين نلاقي سرير وما نلاقي سرير، وحول ومحول، هذا إجراء يهدف مباشرة إلى التخفيف عليهم، والتعاون كامل من جميع أطباء القلب، وهي رحلة استمرت عام. بشكر العديد من الأطباء المميزين في الجمعية اللي كانوا داعمين، لا يجوز أذكر أسماء، لكن العديد منهم أمامي الآن، وبشكرهم يعني من كل قلبي على دعمهم ومساعدتهم لنا في تطبيق هذه المبادرة. ما بديش أطيل عليكم، لكن نحن تعلمنا إنه التعليمات مبدئية، هاي سوف نتعلم من التجربة، سوف نزيد كوادرنا الصحية في المطارات. تم الإعاز لعطوفة الأمين العام بزيادة الكوادر الصحية تابعين لوزارة الصحة وعلى مدار ساعة في المطارات، مطار ماركة، مطار الملكة علياء الدولي، ومطار الملك حسين في العقبة، لكي يتم يكون هنالك مراقبة صحية كاملة. في خلال أسبوع سيكون هنالك مختبر في مطار الملكة علياء بقدرة حوالي 6000 فحص PCR للكورونا يوميا، وسيكون هنالك مختبرات
على باقي المعابر الحدودية اللي ما عليها وهي مغلقة، سيتم افتتاح مختبر كبير في العقبة، مدينة العقبة، ومختبر على جسر الملك حسين، استباقا لافتتاح المعابر في المستقبل. اللجان تعمل ليل نهار، لكن أريد أن أؤكد بأن الهدف الأول والأساسي لوزارة الصحة هي حماية المواطنين الأردنيين وحماية الداخل من هذا المرض، وكما تقرؤون هو مرض فتاك ويعطل الاقتصاد والحياة الصحية والنظام الصحي لأي دولة إذا ترك على الغارب. الحمد لله بتعاون الجميع وضعنا الوبائي ممتاز ويجب المحافظة عليه، وأدعو هنا جميع المواطنين وجميع الجهات إلى الالتزام بمعايير الحماية والوقاية وعدم يعني التهاون في هذا الموضوع. وزي ما حكى أحد زملائنا الأعزاء، هو مش ثلج وذابت، نحن وضعنا كويس لكن الخطر لساته داهم، لذلك لازم ندير بالنا للمحافظة على هذا الإنجاز. وشكرا جزيلا لحضوركم.